اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن درس جديد في الجغرافيا بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. في الدرس ده ان شاء الله هتكلم عن العوامل المؤثره في المناخ الطبيعي في الوطن العربي، وهتكلم عن النبات الطبيعي او انواع النبات الطبيعي اللي موجوده عندي في الوطن العربي. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هتكلم عليها هي العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. يا ترى ايه اللي بيأثر في المناخ؟ ايه اللي بيخلي المكان ده حر او برد؟ ايه اللي بيخلي فيه امطار او فيه رياح؟ يبقى انا هنا بتكلم عن العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. قال لي اول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض. يبقى انا هتكلم عن النقاط وبعد كده اشرحهم بالتفصيل. يبقى اول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض. المكان ده هل هو قريب من دائرة الاستواء ولا بعيد بالنسبة لدوائر العرض؟ اثنين، القرب او البعد عن المسطحات المائية. هل المكان ده قريب من مسطح مائي؟ قريب من بحر؟ قريب من محيط ولا لا؟ ثلاثة، التضاريس. يبقى عندي ثلاث عوامل بتؤثر في المناخ. طب تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض. طبعا درست في اولى اعدادي خطوط الطول ودوائر العرض، وعرفت ان دوائر العرض بتقسم لي العالم الى مناطق حراريه، مناطق مرتفعه الحراره ومناطق معتدله ومعتدله بارده وغيره. طيب كل ما المكان كان قريب من دائره الاستواء ارتفعت درجه حرارته. طب اشمعنى دائره الاستواء؟ قال لي ان دائره الاستواء اكتر مكان حر على سطح الكره الارضيه، لانه اكتر مكان بتنزل عليه الاشعه العموديه. اذا الدولة أو المدينة أو المكان اللي أنا هسأل عليه كلما اقترب من دائرة الاستواء ارتفعت درجة حرارته، والعكس كلما ابتعدت عن دائرة الاستواء انخفضت درجة الحرارة. يبقى أول حاجة الموقع بالنسبة لدوائر العرض بيؤثر في المناخ، كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ترتفع درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء سواء بقى شمالا أو جنوبا تنخفض درجة الحرارة. طيب تاني حاجة القرب أو البعد عن المسطحات المائية. أنا في المصيف في الصيف، لما حضراتكم كده بتخلصوا الأجازة أنا طالع صيف، بتروح فين في المصيف؟ بروح بحر، مكان قريب من المسطح المائي. ليه؟ لأن المياه بتعمل على تلطيف درجة الحرارة. يبقى في فصل الصيف هنا في القاهرة درجة الحرارة مرتفعة نهارا، إنما مثلا المدن اللي على البحر زي اسكندرية أو شرم أو الغردقة أو المناطق دي درجة الحرارة فيها بتبقى أقل. طب اشمعنى؟ قال لي علشان المسطح المائي اللي موجود سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط بيقلل من درجة الحرارة. يبقى المناطق الساحلية اللي بتطل على بحار أو محيطات أو طبعا في الوطن العربي اللي بيحصل فيها بيبقى مناخها معتدل. طيب بينما بقى المناطق الداخلية أو المناطق القارية، إيه ده؟ يعني إيه مناطق داخلية أو مناطق قارية؟ يعني مكان بعيد عن المسطح المائي، مكان ما بيطلش على مسطحات مائية، أنا بتكلم مثلا عن صحراء أو بتكلم عن مدينة داخلية ما بتطلش على مسطح مائي. يبقى المدينة دي أو الجزء ده بقول عليه المناطق الداخلية أو المناطق القارية، هي البعيدة عن تأثير المسطحات المائية زي المناطق الصحراوية. مالها؟ بتتميز بإيه؟ قال لي بتتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاضها في فصل الشتاء. يبقى في فصل الصيف بتبقى درجة الحرارة مرتفعة، بينما في فصل الشتاء بتبقى درجة الحرارة منخفضة، على عكس المناطق الساحلية بتبقى درجة الحرارة فيها إلى حد ما معتدلة. طيب التضاريس. التضاريس يعني شكل الأرض، جبال وهضاب. هل التضاريس بتأثر في درجة الحرارة؟ بتأثر في المناخ؟ بتأثر في المطر؟ ازاي؟ قال لي بتأثر عن طريقتين. أول حاجة الارتفاع. أنا خدت قاعدة السنة اللي فاتت في أولى إعدادي بتقول إيه؟ كلما ارتفعت 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. إذا الارتفاع بيأثر في درجة الحرارة. مكان أو قطعة أرض مساوية لسطح البحر وقطعة أرض تانية أو مدينة تانية فوق هضبة أو ناس بيسكنوا فوق الجبال، طبيعي جدا إن هلاقي إن الناس أو المكان اللي مرتفع درجة الحرارة فيه بتبقى معتدلة شوية. ليه؟ هقول تاني، لأنه كلما ارتفعت 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. يبقى أول حاجة في التضاريس أو تأثير التضاريس على المناخ هو الارتفاع. يبقى يؤثر الارتفاع في درجة الحرارة، لأنها كلما ارتفعنا 150 متر من سطح البحر بتنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. طبعا ادي اهو شكل الجبل،
خلاص؟ يبقى ادي مستوى سطح البحر هنا، لو درجة الحرارة هنا 30، كلما ارتفعت 150 متر درجة الحرارة بتقعد تقل درجة مئوية، علشان كده بلاقي بعض قمم الجبال تلج. بلاقي قمة الجبل تلج ليه؟ لأن ارتفاعها بيبقى كبير جدا، فدرجة الحرارة بتقعد تقل لدرجة إن هي ممكن توصل لسالب، يعني سالب واحد أو سالب اتنين تحت ليه؟ تحت الصفر. طب ده أول حاجة. تاني حاجة قال لي تاني حاجة اتجاه الكتل الجبلية. يعني ايه اتجاه الكتل الجبلية؟ تعالوا نشوف الرسمة مع بعض برضه تاني. وجود الجبل بالشكل ده وصلوا هنا المسطح المائي اللي هو البحر. ايه اللي بيحصل عندي؟ الشمس بتسخن البحر، بيطلع بخار مية، يتجمع يبقى سحب، السحب تتحرك. وجود الجبل في المنطقة دي بيخلي السحب المطر اللي فيها بينزل على الجزء ده من الجبل، السحب ما بتعديش الناحية التانية، بتبقى المنطقة دي الخلفية للجبل أو المنطقة الأخرى للجبل اسمها منطقة ظل المطر، يعني مفيش مطر بينزل فيها، بيبقى الجزء ده هو اللي بينزل فيه أغلبية المطر، وبالتالي لو في هنا بقى قرية أو مدينة أو قطعة أرض زراعية أو غيره، هلاقي إن الأجزاء دي أكثر مطر، أكثر مطر من السفوح الداخلية. تاني يبقى الجبل ليه وجهين سبحين، السبح الخارجي أو السبح المواجي للرياح المحملة ببخار الماء، ودي بتبقى أخضر مطر، يعني أكتر مطر من السفوح الداخلية الجزء الآخر من الجبل. ده معنى كلمة اتجاه الكتل الجبلية أو وجود الجبل. يبقى وجود الجبل في المنطقة دي وبالشكل ده خلى الجزء ده أكتر مطر أو أخضر مطر من الجزء الآخر، يبقى ده الجزء بتاع اتجاه الكتل الجبلية. يبقى إذا بيؤثر وجود الجبال في توزيع كمية المطر إزاي؟ حيث تكون السفوح المواجهة للرياح اللي هي جاية من المسطحات المائية أخضر مطر من السفوح الداخلية. طب ده طبعا بسبب إيه؟ أهو بسبب اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجوانب الجبال المواجهة ليها عن الطريق، أهو في طريقها وهي جاية، فالجزء ده بيكون أخضر مطر، الجزء ده بيكون أخضر مطر من الجزء ده. يبقى إذا التضاريس بتأثر في درجة الحرارة وبتأثر في توزيع كمية المطر. طيب لما أجي بقى أتكلم عن الأقاليم المناخية، أنا هنا بتكلم عن الأقاليم المناخية اللي في الوطن العربي. طبعاً درست في أولى إعدادي الأقاليم المناخية الحارة والأقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة أو المعتدلة الباردة أو الباردة اللي موجودة عندي في سطح الكرة الأرضية. هنا أنا هتكلم عن الأقاليم المناخية اللي موجودة في الوطن العربي. زي ما احنا شايفين على الخريطة أنا عندي أكتر من لون. في جزء كده فوق اللون الأخضر، وبعد كده اللون الأصفر، واللون ده اللي هو قريب من الأحمر شوية. فتعالوا نتكلم عن كل واحد بالتفصيل شوية. قال لي أول إقليم عندي اسمه إقليم البحر المتوسط. من اسمه؟ إقليم البحر المتوسط هيبقى موجود فين؟ تمام، على البحر المتوسط. طب البحر المتوسط في الوطن العربي موجود فين؟ صح، في شمال الوطن العربي. يبقى إذا إقليم البحر المتوسط بيقع في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط، يبقى الموقع بيقع في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط. طيب إقليم البحر المتوسط بيتميز بإيه؟ المناخ، الجزء ده إيه هي خصائصه المناخية؟ درجة الحرارة فيه عاملة إزاي؟ المطر عامل إزاي؟ قال لي صيفاً بترتفع درجة الحرارة وشتاءً بتعتدل. مناخ البحر المتوسط شبه مناخ مصر شوية، اللي أنا بقول عليه في الصيف درجة الحرارة عالية وفي الشتاء درجة الحرارة معتدلة. يبقى أنا أربط الاثنين ببعض، إن مناخ البحر المتوسط هو مناخ مصر، درجة الحرارة في الصيف مرتفعة بينما في الشتاء معتدلة. طيب، وطبعاً الأمطار بتسقط في فصل إيه؟ في فصل الشتاء. لو بصينا كده على الخريطة يبقى أنهي لون في الألوان دي هو إقليم البحر المتوسط؟ تمام، الجزء الأخضر ده. يبقى لو بصينا كده هنلاقي إن الجزء الأخضر ده هو إقليم البحر المتوسط موجود في شمال الوطن العربي في المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط. طيب يا ترى ايه هو النبات الطبيعي اللي بينمو في اقليم البحر المتوسط؟ الجزء ده اللي كان مظلم باللون الاخضر، ايه النبات الطبيعي اللي بينمو هناك؟ قال لي بينمو غابات معتدله بتنمو فوق المنحدرات الجبليه غزيره المطر، المنطقه دي فيها جبال، الجبال دي بيسقط عليها امطار غزيره، خلاص طالما في مطر هيبقى عندي في نبات طبيعي، زي ايه؟ زي جبال اطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق. تاني زي جبال اطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق، واهم الاشجار اللي بتنمو في المناطق دي شجر البلوط والصنوبر والارز.
البلوط والصنوبر والارز، اركز علشان تيجي لي في اكمل، في يخطر، في يصوب، في صح وخطا. يبقى اذا اقليم البحر المتوسط نبات معتدله خلاص موجوده عندي في جبال الاطلس ومرتفعات بلاد الشام والعراق، واهمها البلوط والصنوبر والارز، بالاضافه ايضا الى بعض الحشائش المعتدله في المناطق بقى اللي المطر بيقل فيها شويه. خلاص مش هيطلع غابات، هيطلع بعض الحشائش المعتدله اللي هي الاستبس، بدمه بين اقليم البحر المتوسط وبين الاقليم الصحراوي، لان هنا كميه المطر بدات تقل، فبالتالي مش هينمو شجر، مش هينمو غابات. دي بتزداد في فصل الشتاء، لان انا قلت المطر بيسقط شتاء في اقليم البحر المتوسط وتجف في صيفا. طب هل حشائش الاستبس دي مهمه؟ طبعا مهمه. طب لو جه قال لي مفسر اهميه الحشائش المعتدله او الاستبس، هقول له تربى عليها الاجنام والماعز، اذا تستخدم كمراعي طبيعيه. تاني، تستخدم كمراعي طبيعيه بربي عليها الاجنام والماعز. طيب ادي اول اقليم عندي. الاقليم الثاني يسمى بالاقليم الصحراوي. الموقع بتاعه قال لي هو اكبر الاقاليم المناخيه مساحه في الوطن العربي، بيشغل 80% من مساحه الوطن العربي. 80% من مساحه الوطن العربي عباره عن ايه؟ عباره عن اقليم صحراوي، بيمتد بين اقليم البحر المتوسط في الشمال والاقليم المداري في الجنوب. لو بصينا كده على الخريطه هلاقي ادي اقليم البحر المتوسط اللي هو اللون الاخضر، وادي الاقليم المداري. الجزء الاصفر ده كله، كل اللي متظلل بالاخضر دوت بالاصفر، هو ده الاقليم الصحراوي اللي متظلل بالاصفر. اذا الاقليم الصحراوي مساحته 80% من مساحه الوطن العربي، اللي طبعا اغلبيه اللون هو اللون الاصفر، ويقع في الوسط بين الاقليم بحر المتوسط في الشمال والاقليم المداري في الجنوب. يبقى اذا موقع الاقليم الصحراوي قال لي يمتد بين اقليم البحر المتوسط شمالا والاقليم المداري جنوبا. طب الخصائص المناخيه بتاعته ايه؟ ايه هي الخصائص المناخيه بتاعت الاقليم الصحراوي؟ انا بتكلم عن صحراوي، يعني صحراء. طب تعالوا نشوف كده مع بعض بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الصيف مناخ قاري شديد الحراره. ايه ده؟ يعني ايه مناخ قاري شديد الحراره؟ انا بتكلم هنا اكني واقف في الصحراء. في الصحراء الصبح في الصيف بتبقى درجه الحراره مرتفعه جدا. مفيش غطاء نباتي، مفيش حاجه تحميني من الشمس، فدرجه الحراره بتبقى ايه؟ بتبقى مرتفعه في فصل الصيف. شتاء قال لي ايضا مناخ قاري شديد البروده، وخاصه ليلا. في الشتاء بيبقى الجو بارد خصوصا بالليل. يبقى تاني الاقليم الصحراوي صيفا مناخ قاري شديد الحراره، نهارا شتاء مناخ قاري شديد البروده خاصه ليلا. طب يا ترى النبات الطبيعي؟ طبيعي جدا ان لما اجي اتكلم عن النبات الطبيعي اللي بينمو في الاقليم الصحراوي لازم يكون نبات يتحمل الجفاف، لازم يكون نبات بيقدر يتكيف، بيعيش في الطبيعه دي، في الظروف دي. علشان كده قال لي بيتنوع حسب كميه المطر، تنمو حشائش قصيره في المناطق قليله المطر. المناطق اللي بينزل فيها مطر قليل اللي هي قريبه شويه من اقليم البحر المتوسط هلاقي بعض الحشائش، انما طبعا بقى في باقي الاقليم في المناطق قليله المطر او نادره المطر بتنمو نباتات شوكيه زي الصبار، خلاص اللي هي المناطق او النباتات التي تتحمل الجفاف. طبعا الحيوانات اللي هتعيش هناك ايضا حيوانات بتتحمل الظروف القاسيه زي الزواحف والابل اللي هي الجمال والغزال. طيب ثالث اقليم عندي هو الاقليم المداري، وزي ما شفنا موجود عندي في جنوب الوطن العربي. يبقى الموقع بتاع الاقليم المداري بيقع في جنوب الوطن العربي، فين بقى؟ نركز كده مع بعض. في معظم جمهوريه السودان، في جنوب موريتانيا، في وسط الصومال، في جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. نقول تاني. الاقليم المداري في معظم جمهوريه السودان، في جنوب موريتانيا، في وسط الصومال، في جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. السودان، جنوب غرب شبه الجزيره العربيه، وسط الصومال، وجنوب موريتانيا. السودان، معظم السودان، جنوب غرب شبه الجزيره العربيه، وسط الصومال، وجنوب موريتانيا. طيب الاقليم المداري بيتميز بايه؟ ايه هي الخصائص بتاعته؟ قال لي في الصيف بترتفع درجه الحراره وتسقط الامطار. يبقى اذا المطر هنا عكس البحر المتوسط. اقليم البحر المتوسط المطر بيسقط في فصل الشتاء، بينما الاقليم المداري المطر بيسقط في فصل الصيف.
الشتاء بتنخفض درجة الحرارة ويسود الجفاف. يبقى إذن المناخ بتاع الإقليم المداري عكس البحر المتوسط، ولكن في المطر. المطر في الإقليم البحر المتوسط شتاء، إنما هنا المطر صيفا. طيب النبات الطبيعي قال لي هو اسمه إقليم مداري، يبقى فيه غابات اسمها الغابات المدارية اللي بتنمو في الإقليم المداري، بتشبه الغابات الاستوائية ولكن تكثر بها اشجار الصند. في نوع شجر هناك ينمو في المناطق دي اللي هي مناطق مداريه تسمى باشجار الصند. طب الشجر ده مهم، يعني ليه اهميه اقتصاديه؟ التي لها اهميه اقتصاديه ايه هي؟ قال لي حيث يستخرج منها الصمغ العربي، بستخرج منها ماده تسمى الصمغ العربي بتدخل في صناعه بعض الادويه. يبقى ماده اسمها الصمغ العربي، وخلي بالكم الصمغ مش الصمغ اللي انا بلزق بيه حاجه، لا دي ماده بتدخل في بعض صناعه الايه الادويه، بالاضافه الى الحشائش الحاره، لان انا في الجنوب قريب شويه من دائره الاستواء فدرجه الحراره تبقى مرتفعه، فبتنمو بقى الحشائش الحاره او السافانا اللي طولها بيختلف حسب كميه المطر. تاني طولها بيختلف حسب كميه المطر، وبتعتبر حشائش السافانا حديقه حيوان طبيعيه، بيطلق عليها حديقة حيوان طبيعية عشان فيها نوعين من الحيوانات، حيوانات آكلة اللحوم زي الأسد أو الضباع، وحيوانات آكلة العشب زي الغزلان والفيلة والزرافة. يبقى عشان كده حشائش الحارة أو السافانا تسمى حديقة حيوان طبيعية. وبكده سنة تانية أكون انتهيت من الدرس، أتمنى أكون استفدت، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.